نسبة العملاء اللي ملتزمين بسداد الأقساط معانا في ميعادها بالظبط نسبة ممكن تزيد عن 99% من العملاء اللي موجودين عندنا شاريين معانا بيدفعوا في مواعيدهم المتفق عليها. نسبة العملاء الملتزمين تقريبا 100%، وده ناتج من التزام الشركة مع العميل. نحن فعلا بننفذ، بنسلم في مواعيدنا. ساعات بيحصل ان العميل بيكون متعسر، بنتحرك مع العميل ده بشكل مختلف، ان احنا بنقدم له خدمة جديدة، خدمة الريسيل. بنعمل له عادة، بنقوم بعمل طلب اسمه ريسيل او عادة عرض الوحدة للبيع. وفي الحالة دي كمان العميل وارد بنسبة كبيرة ان هو يكسب لو في فرق توقيت يتعدى سنة عن مدة التعاقد او عن وقت التعاقد. نسبة العملاء اللي بقسطوا معانا وملتزمين في سداد الاقساط بتاعتهم في حدود 75%. بقية العملاء بيتأخروا ولكن بيسددوا، بخياره اما ان انا بسترد له فلوسه برجعها له زي ما هي بدون اي خصومات، واحنا الشركة الوحيدة اللي ما بنخصمش فلوس خالص تماما، او ان انا بقول له بيعها وحد ما كانوا يكمل. الناس النسبة الملتزمين للسداد في حدود من 90% لـ95%. احنا الحمد لله تقريبا 100% من العملاء عندنا ملتزمين بالسداد، لان الشركة برضو الحمد لله بنسبة كبيرة جدا ملتزمة بمواعيد التسليم، وما عندناش مشكلة يمكن في قصة السداد من العملاء. والله 100%، لان احنا بنخلي العملاء لازم يكونوا ملتزمين علشان خاطر ان احنا بنقسط عن طريق شيكات، فالشيك شيك زي ما بيقولوا، يعني ما حدش بيقدر يتاخر. النهارده انا عندي ممكن نقول 99% ملتزم، والمتعسر بيكون ميعاد القسط جه، طب هنأجل اسبوع ولا حاجه عشان التحويل مثلا من بره مصر، لان احنا برضو عندنا شريحه من العملاء سواء المصريين او غير المصريين اللي عايشين في الخارج. ده طبعا الجزئيه بتاعه تصدير العقار المصري، ان احنا النهارده مش بنستهدف العميل المصري بس. عندي نسبه لا تقل عن 95% التزام في سداد الاقساط. 90% من العملاء بتلتزم بسداد الاقساط، والنسبه الباقيه بتبقى ظروف قهريه. احنا كاويو دي او شريول للترميه العمرانيه بنراعي الظروف دي وبنشوف بنقدر نساعد ازاي.